بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم في يوم جديد ومراجعة جديدة من مراجعات مادة الرياضيات. يعني أتمنى أن يكون كل حبايبي وفقوا في الهندسة. طبعا امتحان القاهرة كان سهل وبسيط وكل حبايبي كانوا مبسوطين بيه. يا رب إن شاء الله الجبر يكون زيه كده وكله إن شاء الله يجيب الدرجة النهائية. في البداية نرحب بضيفنا أستاذنا أستاذكم أستاذ محمد حسن خبير المادة. أهلا بك يا أستاذ محمد. اهلا بك يا استاذ اشرف، واهلا باعزائي طالبات وطلبه الشهاده الاعداديه. انا بس عايز انوه على حاجه بعد اذنك يا استاذ اتفضل يا استاذ اشرف، محمد. ان استكمال حلقه مراجعه الكيمياء للصف الثاني الثانوي ان شاء الله من 9 ل 10 النهارده باذن الله. باذن الله ان شاء الله استاذ بالتوفيق محمد. ليهم جميعا يا رب ان شاء تمام يا الله. استاذ محمد. استاذ محمد، امتحان الهندسه كان جميل، سهل كان جدا سهل طبعا وجميل، وكله بنشكر اتبسط طبعا، منه. تمام، نشكر جدا وضع الامتحان. تمام طبعا تمام نشكره. زي الفل. استاذ محمد، حياتك بقى نبدا الاول بالمهارات، لان طبعا في الامتحان جاب مهارات، طبعا 3 مهارات، احنا عايزين بالظبط برضو نفس الكلام، مهارات حاجات اللي هي تراكميه القديمه بالظبط. البسيطه برضو ان تمام شاء الله. اتفضل يا تمام استاذ محمد، هو تبدا بايه؟ طبعا حبايبي من مواصفات الورقه ان احنا عندنا 6 اسئله اختيار من متعدد، او 6 جمل رياضيه اللي هم بتوع السؤال الاول. طبعا منهم اسئله على المهارات، نشوف كده مع بعض بعد اسئله المهارات. اتفضل يا استاذ بيقول محمد. لي اختيار، طبعا اختار من اللي امامك ده 4 امثال العدد 2 اس 8، اهو 2 اس 32، 8 اس 8، 2 اس 10، ولا 4 اس 12؟ هو يعني ايه عشان اجيب 4 امثال عدد اعمل ايه؟ اضربه في 4. تمام، يبقى لما اقول مثلا 2 اس 8 دوت، لو انا عايز اجيب 4 امثال، ويبقى 2 اس 8 في 4. تمام، طيب 2 اس 8 ده زي ما هو كده، في الاربعه دي عباره عن 2 اس 2 عشان نخلي الاساس زي الاساس. بالظبط كده. تمام، واحنا بقى اخدنا قبل كده عند ضرب الاساسات المتشابهه اعمل ايه؟ اجمع الاسس، يبقى الناتج 2 اس 10، وبالتالي انا برجع كده واختار الاجابه ايه؟ الاجابه دي. 2 اس السؤال اللي بعده، اذا كان الجذر التربيعي ل 3 س ناقص 1 يساوي 2، والسين دي عدد حقيقي، فان س تساوي نقط 3. برضه يا استاذ محمد في اللي فاتت ديت ممكن يقول لي 4 اس 5. تمام، ينفع ينفع، هتلاقي موجوده برضه 4 اس 5 بالظبط، موجوده تمشي في المسائل في الامتحان عشان مثلا ما قالهاش ولا حاجه. تمام، اتفضل يا استاذ. من الاختيارات طبعا 3، 3 جذر 3 سالب 3 جذر 3، دي معادله عشان احلها واحنا متعودين وشاطرين على حل المعادلات. بص كده معايا، ادي جذر التربيعي ل 3 س ناقص 1 يساوي 2. عاوز احل هذه المعادله، واحنا كلنا شاطرين في حل المعادلات، اتخلص من السالب 1 اخرجه الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى الجذر التربيعي ل 3 س تساوي 2 زائد 1. طب نكمل، يبقى جذر 3 س تساوي 2 زائد 1 ب 3. طب انا عاوز احل هذه المعادله واجيب قيمه السين، متعودين عشان اتخلص من الجذر التربيعي ل 3 المضروب اقسم الطرفين على جذر 3، يبقى هنا على جذر 3 وهنا على جذر 3، يبقى س تساوي 3 على جذر 3. هل دي موجوده في الاختيارات؟ لا يا مستر مش موجوده. طب ما انا عندي المقام جذر 3 ودي خدناه في الصف الثاني الاعدادي، اضرب فيه جذر 3 على جذر 3، يبقى الناتج عباره عن 3 جذر 3 على 3، اختصر 3 مع 3 يديني جذر 3. لما ارجع للاختيارات اهي امامنا مره ثانيه، وبالتالي هختار الجذر التربيعي ل 3. السؤال اللي بعده، إذا كانت س تمثل عددا سالبا، فإن العدد الموجب هو 2 س، 3 س تربيع، 4 س تكعيب، 6 س أس 5. خد بالك السين عدد سالب، طب يبقى 2 س لما أضربه هيديني ناتج سالب. طب 3 س تربيع، ما هو أنا لما أربع السالب هيطلع موجب عشان سالب في سالب بموجب، اللي بعده الأس فردي هيبقى الناتج سالب، اللي بعده أيضا الأس 5 ده فردي هيبقى الناتج سالب، وبالتالي بختار الإجابة اللي هي دي. نشوف كده بعض الأسئلة برضه يا أستاذ محمد، لو قال لي 3 ناقص س برضه يمثل عدد موجب. بالظبط كده، 3 ناقص س هيدينا عدد موجب، تمام، لأن 3 سالب في سالب. تمام. طيب بعد كده عندي كمان برضه 2 تانيين أهم، هنا عبارة عن جذر 7 زائد جذر 5. في الجذر التربيعي ل 7 ناقص الجذر التربيعي ل 5. ايه ده يا مستر؟ ده احنا خدناه في الصف الثاني الاعدادي، ده حاصل ضرب هنا عددين مترافقين، واحنا متعودين لما اجي اضرب عددين مترافقين ناتج الضرب عباره عن الاول في الاول، برافو عليكم، ناقص الثاني في الثاني. جذر 7 في جذر 7 ب 7، وجذر 5 في جذر 5 ب 5، 7 ناقص 5 يدينا كام؟ هيدينا 2، وبالتالي بختار الاجابه ا. اخر واحده معايا، القيمه المطلقه لسالب 5 زائد ايضا القيمه المطلقه ل 5. احنا متعودين ان القيمه المطلقه لسالب 5 الناتج بيبقى موجب، وبالتالي ده هيكون 5.
زائد 5 الناتج يساوي كام؟ هيساوي 10، وبالتالي بختار الإجابة ج. تمام مستر محمد. مستر محمد بقى تعالى كده مع بعض نشوف منهجنا الاختر بتيجي ازاي. تمام. احنا قلنا في 3 و3 دي بالظبط اسئله مهارات، نشوف بقى المنهج بالظبط. اول حاجه، اول سؤال عندي اهو على الشاشه بيقول لي ايه؟ اختر الاجابه الصحيحه اذا كان المدى للقيم، المدى للقيم 6 زائد كاف و6 ناقص كاف و6 زائد 5 كاف و6 ناقص 2 كاف هو 14، حيث كاف عدد طبيعي، كاف ينتمي لط، يساوي، فإن كاف تساوي نقط. مديني اختيارات، 1 أم 2 أم 3 أم 4؟ مستر محمد هو يعني إيه مدى؟ المدى أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. يبقى المدى في الإحصاء هو الفرق بين أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. قيمة بالظبط. لما يكون كاف عدد طبيعي يبقى بالتالي هنا الكاف بصفر أو 1 أو 2 وهكذا، يعني موجب. يبقى أكبر حاجة عندي هي 6 زائد 5 إيه؟ كاف. وأصغر حاجة عندي هي 6 ناقص 2 كاف. لو انت مش عارف حط الكاف باي عدد طبيعي، بواحد مثلا، لو عوضت بواحد في كله هيبقى اكبر قيمه عندك هي دي واصغر قيمه دي. يبقى انا هطرح 6 زائد 5 كاف ناقص، يغير الاشاره، هيبقى ناقص 6 زائد 2 كاف بيساوي 14. يا سيدي الخطوه الاولى، السته راحت مع السالب 6 هيبقى 7 كاف بتساوي 14، نقسم على السبعه تطلع الكاف ب2، يبقى انا هختار الاثنين. ادي اول فقره. الفقره الثانيه مستر محمد بيقول لي ابسط واسهل طرق مقياس التشتت، هو مين مستر محمد؟ هو المدى اختيارات. طبعا بالظبط كده. قلنا المدى هو الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه. في عندي الوسط الحسابي مستر محمد كان بيساوي ايه؟ الوسط مجموع القيم على مجموع عددهم. القيم على عددهم. وكان في الوسيط، عشان اجيب الوسيط طبعا انا برتب القيم واجيب القيمه اللي في المنتصف. جيب اذا كان فردي بجيب اللي في المنتصف، اذا كان زوج بجيب المتوسط بتاع القيمتين اللي في المنتصف، اجمع واقسم على 2. على 2 بالظبط. تمام. جه في امتحان اداله اجور وقال له عايز الايه؟ الاجر الوسيط. الوسيط طبعا بالزبط. اجر الوسيط يعني عايز الوسيط، يبقى رتب وناخد الايه؟ القيمه الاوسط. اخر حاجه المنوال مستر محمد، يعني منوال. المنوال هو اكثر القيم تكرارا او شيوعا، القيمه الاكثر تكرارا او شيوعا. رقم 3 بيقول لي هنا طبعا هنختار جماعه المدى هو ابسط حاجه، احنا قلنا مقاييس التشتت هو المدى والانحراف المعياري، الابسط مين؟ المدى. بيقول لي اذا كان 3 ا يساوي 5 على 6 ب، فان ا على ب يساوي كام؟ عشان ما اتلخبطش هقول له كالاتي، طبعا مديني اختيارات، بيقول لي 18 على 5، بيقول لي 15 على 6، 6 على 15، 5 على ال 18. خلي بالك ان ال ب دي موجوده فوق جنب ال 5، لازم حضرتك تضرب مقص، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، هيبقى 3 ألف في 6 يبقى 18 ألف هتساوي 5 ب، يبقى ألف على ب يساوي العكس، هيبقى تحت 18 وفوق الخمسة، يبقى اختار 5 على ال 18. مستر محمد مديني زوج مرتب. تمام. بيقول لي إذا كان الزوج المرتب 3 و5 ينتمي لقوس مجموعة 3 و11 في قوس مجموعة س و8، فإن السين بكام؟ طبعا انا عشان اضرب المجموعتين دول هيديني مجموعه من الازواج المرتبه. تمام. اول الازواج المرتبه هتبقى 3 وسين و3 و8. تمام. طيب ما انا عندي دلوقتي ال8 موجوده، مين اللي ناقصني عشان الخمسه اللي موجوده دي؟ يبقى السين قيمتها بخمسه. ايوه، يبقى الثالثه موجوده في، يا جماعه قلنا ايه؟ الاول تبع الاول. 3 موجوده وانا عندي 3 ارتبطت في المجموعه الاولى، وبالتالي باخد الخمسه. مظبوط. يبقى العنصر الثاني ينتمي للمجموعه الثانيه، يبقى السين تاخد خمسه، اختار الخمسه. اللي بعده مستر محمد بيقول لي هنا ايه؟ اذا كان س قوس مجموعه 5 و6 و7 فان عايز نون س تربيع او نون س 2. يعني ايه نون س 2 يا مستر محمد؟ نون س 2 اول ما يحط لي حرف النون ده معناها جيب لي عدد العناصر. تمام. مش عايزك تضرب ولا حاجه. تمام. وس 2 يعني عدد عناصر السين في نفسها كحاصل ضرب ديكارت. تمام. فانا ببص لقيت عدد عناصر السين مثلا 2، يبقى نون س 2 2 اس 2، عدد عناصر السين 3، يبقى نون س 2 3 اس 2 وهكذا. تمام. هنا عندي 3 يبقى اقول له كام؟ 9 في 3 يدينا 9، اختار التسعة. اللي بعده بيقول لي مجموعه صور عناصر المجال بتاع الداله تسمى ايه؟ صور العناصر تسمى. تمام. قاعده ولا مجال ولا مدى ولا مجال مقابل؟ طبعا دي هتبقى المجال المقابل اللي عم هو على الصور المدى. الصور المدى. قلنا يا جماعه اللي هو الصاد كلها مجال مقابل، لكن صور اوعى تنسى كلمه صور معناها المدى. المدى بالظبط. صور عناصر المجال هي المدى. اللي بعده بيقول لي هنا اذا كان س بواحد واثنين، س قوس مجموعه واحد واثنين وصاد قوس مجموعه الصفر، فان نون س في صاد يساوي كام؟ لسه مستر محمد قال من شويه نون نضرب. يعني عدد العناصر. تمام. عندي س هنا عدد عناصرها اثنين. ايوه. والصاد عدد عناصرها واحد. يبقى الصفر ده عنصر واحد. بالظبط كده هيساوي 2، يطلع 2. اللي بعده اذا كانت النقطه ا و3 تقع على الخط المستقيم الممثل للداله د من ح الى ح، خلي بالك من ح الى ح يعني داله كثيره حدود، حيث د س تساوي 4 س ناقص 5،
فإن ألف يساوي نقط. احنا قلنا مستر محمد أي زوج مرتب ينتمي للدالة معناها انه عوض بي عوض بي أشيل السين وعوض ألف بالظبط كده وأشيل الصاد وأحط تلاتة بالظبط أقدر أجيب قيمة الألف طبعا. يبقى هنا هقول له كالآتي، هقول له يبقى 4 ألف ناقص 5 بتساوي 3، يبقى 4 ألف بتساوي 8 نقسم على 4 يطلع ألف ب 2. اللي بعده بيقول لي إذا كانت جميع قيم المفردات متساوية في القيمة فإن لو كلهم قد بعض يا مستر محمد هل سين بار بصفر سيجما بتساوي صفر ولا سيجما بصفر ولا سين ناقص سين بار أكبر من صفر ولا المعرفة. أصغر طبعا الانحراف المعرب كام بصفر. بصفر اللي هو المدى أو السيجما بصفر. اللي بعده بيقول لي مستر محمد إذا كان مجموع سين ناقص سين بار تربيع لمجموعة من القيم عددها 9 كانوا 9 قيم يساوي 36 يبقى السيجما بكام؟ السيجما بيساوي الجذر التربيعي لمجموع س ناقص س شرطة لكل التربيع على ن. تمام. يبقى الجذر التربيعي لكام؟ 36 على 9. تمام. يدينا الجذر التربيعي لـ4 يساوي 2. يطلع 2 يبقى الحل مظبوط 2، اوعى تنسى تحط القانون بتاعك. اللي بعده بيقول لي إذا كان أ و س و ب و 2 س كميات متناسبة. أ و س و ب و 2 س كميات متناسبة، فإن أ على ب يساوي كام؟ احنا قلنا مستر محمد ان الاول على طالما كميات متناسبه أيوة. يبقى ا على س يساوي ب على 2 س. تمام تمام. ومقدم على مقدم مقدم يساوي تالي على تالي يبقى ا على ب على 2 الاجابه على طول. تمام. يبقى ا على ب يساوي س على 2 س يطلع 1 الى 2. دي الخاصيه الخامسه مستر محمد. بيقول اذا كان ا على 2 يساوي ب على 3 يساوي 4 ا ناقص 2 ب على ج فان ج تساوي كام؟ اعمل ايه؟ هضرب حدي النسبه الاولى في 4 وحدي النسبة التانية في 2 واطرحهم. تمام. يبقى اضرب هنا تالي النسبة الأولى في 2 يبقى 2 في 4 2 ب 8 تمام. ناقص 2 في 3 ب 6 8 ناقص 6 يبقى الناتج 2 يطلع 2. إجابة مظبوطة مستر محمد. اللي بعده إذا كانت النقطة س ناقص 5 و7 ناقص س تقع في الربع الثاني فإن س تاخد كام؟ إحنا بقى الربع الثاني يا مستر أشرف برضه بنحدد دايما الاشارات. تمام. الربع الاول السين موجبه والصاد موجبه. تمام. في الربع الثاني السين سالبه والصاد موجبه. تمام. في الربع الثالث السين والصاد سالبتين. تمام. الربع الرابع السين موجبه والصاد سالبه. تمام. واي نقطه على محور السين يبقى الصاد يبقى عند الصاد بصفر على محور الصاد يبقى السين بصفر. تمام. يبقى هنا زي ما قال الجماعه مستر محمد اهو قال لي الربع الاول موجب وموجب، الثاني سالب وموجب، الثالث سالب وسالب، الرابع موجب وسالب، على اي نقطه على محور الصاد يبقى الاحداث السين بصفر. اي نقطة على محور السين يبقى ايه؟ الاحداث الصاد بكام؟ بصفر. تمام. يبقى هنا مستر محمد عشان تقع في الربع الثاني اختار سين يبقى بكام؟ لازم السين تكون طبعا اشارتها سالبة والصاد موجب. يبقى نختار الثلاثة طبعا 3 سين اللي هي 3 ناقص 5 سالب 2 ايوه و7 ناقص 3 4 يبقى سالب وموجب وبالتالي بختار 3. مظبوط. نفس السؤال ثاني اذا كانت النقطة أ ناقص 1 و7 تقع على محور الصادات فإن أ بكام؟ أول ما يقول لي بقى تقع على محور الصاد يبقى الإحداث السين بصفر. تمام. يبقى تقع على محور السين يبقى الإحداث الصاد بصفر. يبقى نقول له أ ناقص 1 بصفر يبقى الأ بتساوي يبقى أ بتساوي كام؟ 1 أحط أ بواحد. تمام. اللي بعده إذا كان بيان العلاقة عين هو 2 و3 و5 و1 و4 و6 فإن وكانت عين تمثل دالة المدى هيساوي نقط. المدى بتاعها كام؟ المدى اللي هي 3 و1 و6 المسقط الثاني 3 و1 و6 تمام مستر محمد. تمام. برضه مستر محمد قلنا اذا كان احداث راس المنحنى سالب 1 و2 يبقى معادله محور التماثل. احنا قلنا لما يكون مديني نقطه راس المنحنى تمام. سالب 1 و2 معادله محور التماثل هو الاحداث الايه؟ الاحداث السيني يبقى نقول س بكام؟ بسالب 1 لكن الاثنين دي هي مين القيمه اللي هي القيمه الصغرى او العظمى. تمام مستر محمد اختار س بسالب ايه؟ 1. اذا كانت س بتساوي قوس مجموعه 3 فان س 2 حصر ضرب ديكارت س في نفسها في سين يبقى زوج مرتب 3 و3 داخل قوس مجموعه يبقى قوس مجموعه وزوج مرتب 3 وايه؟ و3. تمام. العلاقه التي لا تمثل داله من س الى ص هي مديني موصل ا مع ل و ب مع ن كده كل عنصر في س خرج منه سهم اذا دي داله. دي داله بالظبط كده. ا راح للب برضو ايه؟ دي داله. أ راح للنون والب برضو راحت للنون دي دالة. لكن هنا آخر واحدة مديني أ راح لللام فقط إذا دي لم يخرج منها ولا سهم يبقى دي ليست إيه؟ ليست دالة. مستر محمد لما يجي يقول لي التغير العكسي والتغير الطردي. تمام. إحنا قلنا التغير الطردي بيبقى اسمه لما يقول لي ص على س يساوي رقم. بالظبط. لكن التغير العكسي التغير العكسي سين بيبقى س بتساوي مثلا م على ص أو س في ص بتساوي أو س في ص بالظبط كده يبقى الضرب عكسي لكن القسمة إيه؟ بالظبط كده. هنا بيقول لي أهو أي العلاقات الآتية تمثل تغير
عكسي، بيقول لي صاد بتساوي س على 7، ده تغير ايه؟ لا ده تغير طردي. طردي عشان تمام. الصاد صاد بتساوي 1 على 7 س على تمام سبع س مظبوط. ب س في صاد ب7 هنا بقى الس هتساوي طبعا 7 على صاد، وفي هذه الحاله ده تغير قلنا الضرب هو تغير ايه؟ عكسي. اذا دي الوحيده اللي عكسي والباقي كله طردي. صاد يساوي 7 س طردي، صاد على س القسمة بتساوي ثابت، يبقى برده اسمه ايه؟ طردي. اختار س صاد يساوي 7. اذا كان د من ح الى ح حيث د س تساوي س اس ك ناقص 2 زائد 3، وكان د 2 تساوي 11 مستر محمد تمام، فان ك تساوي ك. هو السؤال بقى مستر اشرف اللي دايما اتلخبطوا فيه، ايوه يعني ايه د 2؟ يعني ايه د 3؟ يعني ايه د 5؟ د 2 ها برافو، واحد قال لي اهو بسرعه، ايوه يعني اشيل السين يا مستر واكتب بدلها 2 تمام. د 5 اشيل السين واكتب بدلها 5 وهكذا. يبقى انا اعوض هنا عن السين بكام؟ ب 2. هقول 2 اس ك ناقص 2 بتساوي زائد مين؟ 3 بتساوي 11، هو اللي قال لي كده. هنودي باشاره مخالفه ال 3 اهي، 3 طبعا يبقى 2 اس ك ناقص 2 ب 8. طبعا ال 8 عباره عن 2 اس 3، 2 اس 3 الاساس زي الاساس، يبقى الاس بيساوي الاس، يبقى كاف ناقص 2 هتساوي 3 ومنها كاف ب 5 طبعا، تطلع الكاف بايه؟ ب 5 مظبوط مستر محمد. اخر سؤال مع بعض كده، بيقول لي هنا ايه؟ في الشكل المقابل عايز معادله محور التماثل، بيقول لي المنحنى ده بيمر بالنقطه 6 و5 و0 و5، عايز معادله محور التماثل، يا ترى س بصفر ولا س بسالب 1 ولا س بسالب 4 ولا س ب 3؟ هنا مستر محمد لما يكون في نقطتين متماثلين تمام، يبقى نجيب المنتصف. المنتصف بالظبط. هقول له ايه يبقى؟ طبعا السين اللي هي في النص، وخد بالك ممكن تجيبها من الاختيار على طول. تمام. لان خد بالك المنحنى هو يقع فين؟ تمام. يقع هنا اهو في الجزء ناحيه اليمين. تمام. طبعا هنا السين بصفر، السين بسالب 1، السين بكام في النص اهي؟ يبقى 3 مظبوط. هيبقى ايه؟ 3 يبقى نجمع سالب 4 دي مستبعدها برضه. او نجيب المنتصف 6 زائد 0 على 2 يدينا 3، يبقى هنا السين ب 3، وقلنا القانون بتاع احداثي السيني لراس المنحنى كانت سين بتساوي ايه؟ اللي هي سين ودالت سين بالظبط كده، اللي هي دالت سالب ب على 2 ا ودالت سالب ب على 2 ا مظبوط بالظبط. استاذ محمد حضرتك معاك سؤال ايه؟ اتفضل حضرتك. انا عندي بقى سؤال دلوقتي على حاصل الضرب الديكارتي، بيقول لي لو انا عندي مجموعه س فيها العنصرين 2 وسالب 1، والمجموعه ص فيها عنصرين ايضا 4 و0، والمجموعه ع فيها 3 عناصر 4 و5 وسالب 2، اوجد س في ص، ص تقاطع ع في س، ن ص 2. هنا ده سؤال على حاصل الضرب الديكارتي، واحنا متعلمين حاجه ان حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين عباره عن مجموعه من الازواج المرتبه التي مسقطها الأول ينتمي للمجموعة الأولى ومسقطها الثاني ينتمي للمجموعة الثانية. هو عاوز س في ص، تعالوا نكتب السين ونكتب الصاد. أدي عندي السين أهي عبارة عن 2 وسالب 1، وأدي الصاد أهي عبارة عن 4 وصفر. المطلوب عندي س في ص. خد بالك بقى، س في ص قلنا مجموعه من الازواج المرتبه، ادي اول عنصر اهو 2، يبقى 2 يرتبط مع عناصر الصاد، فهيكون 2 و4 و2 و0، وايضا العنصر الثاني سالب 1 هيبقى سالب 1 و4 وسالب 1 وكام و0. ده كده س في ص. تمام. كان في مطلوب تاني، قال لي عاوز ص تقاطع ع في س، هكتب له كده، ادي ص تقاطع ع في س، تعال نجيبها. يعني ايه ص تقاطع ع؟ ادي الص اهي فيها الاربعه وصفر عنصرين، وادي العين فيها اربعه وخمسه وسالب اتنين. التقاطع اللي هي العناصر المشتركه بين ص وعين، هو ايه المشترك هنا؟ اللي هو الاربعه. يبقى اذا ص تقاطع عين عباره عن اربعه، هضربها في المجموعه س اللي هي فيها العنصرين اتنين وسالب واحد. يلا مين شاطر هيضرب المجموعتين دول؟ قال لي عباره عن مجموعه من الازواج المرتبه، اربعه هيرتبط مع الاتنين، والاربعه ايضا هيرتبط مع السالب واحد، يبقى زوجين مرتبين اربعه واتنين واربعه وسالب واحد. المطلوب الاخير كان عاوز نون صاد اتنين. اتفقنا ايه؟ لما يديني حرف النون معناها اوجد عدد عناصر صاد اتنين. هي صاد فيها كم عنصر؟ عنصرين هم اللي هم الاربعة والصفر، يبقى عدد عناصر صاد اتنين يعني اتنين اس اتنين يساوي كام؟ يساوي اربعة. ده كان سؤال على حاصل الضرب الديكارت. معلش يا مستر محمد، لما يجي يقول لي س في فاي بيساوي ايه؟ س في فاي يساوي فاي. تمام. لان انا ما عنديش حاجه تتضرب. طب ونون س في فاي؟ نون س في فاي ما عنديش عناصر، يبقى نقول له صفر. صفر بالظبط كده. قول لكل حبايبي فرقوا بين س في فاي. ده في الاختيار بالظبط. أيوة، في الاختيار. اي حاجه في فاي تدينا فاي،
لكن نون بسأل على العدد، اقول له صفر ولا واحد ولا اتنين، هقول له طبعا هنا نون السين في فاي بتساوي صفر. انا معايا برضو سؤال كده على حصر الضرب الديكارتي جميل، بص بيقول لي ايه السؤال. اذا كان سين اتنين بتساوي قوس مجموعة الف والف، الف وب، ب وب، تلاتة واتنين، اوجد الف اس اتنين زائد ب. هقول له كل حبيبي لاحظوا معايا، هنا انت شايف طبعا ان السين فيها الف وفيها ب، المفروض لما اضرب قوس مجموعة الف وب في قوس مجموعة ألف وب هيدينا ألف وألف ثم ألف وب، المفروض في ب هو ألف ثم ب وب، يبقى أنا كده فهمت من إن عندي دوت إن دي كده عبارة عن ب في ألف، يبقى الب تاخد تلاتة والألف ياخد اتنين. هقول له كده السين هيبقى جواها اتنين وتلاتة، أهو باينة من هنا أوي، يبقى هنا السين جواها اتنين وتلاتة. لما أضرب اتنين وتلاتة في اتنين وتلاتة هيبقى اتنين مع الاتنين واتنين مع التلاتة، تلاتة مع الاتنين وتلاتة مع التلاتة. هنا هو جايب لي اهو بالرموز، هقول له خلاص يبقى اذا تلاتة واتنين هي نفسها ب والف، يبقى الب تاخد تلاتة والالف ياخد اتنين. اذا هعوض الف اس اتنين يعني اتنين اس اتنين، اتنين اس اتنين بكام؟ قال لي باربعة، زائد تلاتة يدينا سبعة. اوعى تنسى الف والف، الف وب، مفروض في ب والف، ب والف اجيب منها اللي انا عايزه. اتفضل مستر محمد، سؤال حضرتك ايه؟ احنا طبعا بعد ما شفنا دلوقتي اسئله على حصر ضرب الديكارت، ما هو لن يخلو امتحان من سؤال على العلاقه والدال. تعالوا كده نشوفه مع بعض. بيقول لي اذا كانت المجموعه س فيها عناصر واحد وثلاثه واربعه وخمسه، وص عناصرها واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وكانت ع علاقه من س الى ص، حيث ألف عين به تعني أن به يساوي ستة ناقص ألف، لكل ألف ينتمي لسين وبه ينتمي لصاد، اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي، وهل عين دالة ولماذا؟ خدوا بالكم وانت بتقرأ السؤال ده، أهم كلمة في هذا السؤال هي كلمة تعني. بص لي كده تعني إيه؟ أهي تعني أهي، أنا حط لك عليها برواز عشان دي أهم كلمة عندي. تعني ايه؟ وبروز اللي بعدها، ان ب تساوي 6 ناقص الف، يعني المسقط الثاني عباره عن 6 ناقص المسقط الاول، دي اهم نقطه عندي. اكتب بقى بيان عين ومثلها بمخطط سهمي وشوف هل هذه العلاقه داله ام لا ولماذا. طيب انا عاوز اجيب بيان هذه العلاقه، المسقط الثاني عباره عن 6 ناقص المسقط الاول، هي من س لصاد، يبقى كل عنصر من دول يعبر عن الف، 6 ناقص 1 يدينا كام؟ هيدينا 5. اذا الواحد هيرتبط بكام؟ هيرتبط بخمسة. يبقى لما اجي اكتب له كده بيان عين يساوي، هيبقى قلنا العنصر الواحد هيرتبط مع الخمسة. اللي بعده 3، 6 ناقص 3 هيدينا كام؟ هيدينا 3. بس قسمنا كده ناحيه الشمال سنه، هيدينا 3. مظبوط مظبوط، تمام. يبقى ال 3 هيرتبط مع ال 3. طب تعالى نشوف العنصر اللي بعده، عناصر السين 1 و3 و4 و5، العنصر اللي بعده 4، 6 ناقص 4 يدينا 2، يبقى اذا ال 4 هترتبط مع ال 2، الاخير 5، طبعا 6 ناقص 5 هيدينا كام؟ هيدينا 1، يبقى ال 5 هيرتبط مع ال 1. ده كده بيان هذه العلاقه زي ما احنا شايفينه على الشاشه. طيب بيقول لي بعد كده مثلها بمخطط سهمي، المخطط السهمي عبارة عن المستطيلين اللي امام بعض دول، هنا انا هكتب عناصر السين ادي 1، اللي بعده 3، اللي بعده 4، واخيرا 5، عناصر الصاد 1 وادي 2، اللي بعده 3 وادي 4 واخيرا 5. انتوا بقى شاطرين دلوقتي وقلتوا لي اهو بيان العلاقة، الواحد ارتبط مع الخمسة، اذا يخرج سهم كده من 1 يروح للخمسة اهو بهذا الشكل. التلاتة ارتبطت مع التلاتة، اذا سهم هيروح من التلاتة للتلاتة بهذا الشكل. اللي بعده الاربعة ارتبطت مع الاتنين، يبقى سهم هيخرج من الاربعة للاتنين. واخيرا الخمسة ارتبطت مع الواحد، يبقى الخمسة هتروح بسهم كده للواحد. كده انا عملت المخطط الايه؟ السهم. خد بالك بمطلوب حاجة، قال لك اكتب بيان عين ومثلها بمخطط سهمي، والسؤال اللي بعده كلكم عارفينه، شوف هل دي دالة ولا لا ولماذا؟ يا ترى دي دالة؟ متى تكون العلاقة دالة؟ اما من بيان العلاقة من الازواج المرتبة او من المخطط السهمي. الاسهل ان انا اخدها من المخطط السهمي، هل كل عنصر من عناصر سين خرج منه سهم واحد فقط الى صاد؟ نعم. اقول له كده يبقى عين دالة يا مستر، لأن أهو السبب أهو، كل عنصر من عناصر سين خرج منه سهم
واحد فقط الى صاد. طب طالما هي ده، لما تيجي نزود حاجه يا ترى المدى بتاعها هيساوي ايه؟ احنا قلنا المدى هي مجموعه الصور، بينما سين هو المجال وصاد هو المجال المقابل، يبقى المدى عباره عن ايه؟ العناصر اللي راح لها الاسهم اللي هي كام عندنا؟ ادي الخمسه والثلاثه والاثنين والواحد، او واحد واثنين وثلاثه وخمسه. تمام مستر محمد. تعالوا كده حبايبي ننتقل الى سؤال تاني برضو على العلاقه بالداله. السؤال بيقول ايه؟ بيقول لي اذا كان بيان الداله، هنا داله بقى خلاص، بيان الداله عباره عن قوس مجموعه زوج مرتب 1 و3 2 و5 3 و7 4 و9 5 و11. اكتب كل من المجال والمدى بتاع الداله، ثم اكتب قاعده الداله، مهمه جدا دي. هقول له اولا المجال هو المسقط الأول س، يبقى المجال واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة، أدي أول حاجة المجال. المدى هو صور عناصر السين، المسقط الثاني، يبقى تلاتة وخمسة وسبعة وتسعة وحداشر، أدي المدى. طب بيقول لي اكتب قاعدة الدالة ديت، هقول له القاعدة أنا هربط الأزواج ببعض، اللي حصل الواحد بقي تلاتة، الاثنين بقت خمسة، التلاتة أصبحت سبعة، الأربعة أصبحت تسعة، الخمسة أصبحت 11. إيه اللي بيحصل هنا؟ قال لي يا مستر أنا شايف إن هو بيضرب في 2 ويزود 1. 1 في 2 ب 2 زائد 1 3. 2 في 2 ب 4 زائد 1 5. 3 في 2 ب 6 زائد 1 7. 4 في 2 ب 8 زائد 1 9. 5 في 2 ب 10 زائد 1 11. إذا كده قاعدة الدالة هقول له ص عبارة عن 2 س زائد 1، يبقى القاعدة ص بتساوي 2 س زائد 1. ده كده كان سؤال على العلاقة والدالة. مستر محمد حضرتك معاك سؤال ايه؟ ننتقل بقى للدوال كسيرات. تمام. الحدود. تمام مستر عندنا محمد. طبعا في دالة ثابتة وفي دالة خطية ودالة تربيعية. تمام مستر. طب ادي معايا سؤال اهو على الدالة الخطية. دال س بتساوي 2 س زائد الف، وكانت دال 2 تساوي 1، اوجد قيمة الف. خد بالك بقى، ادي عندي قاعدة الدالة اهي اللي هي دال س تساوي الف، دال س اهي تساوي 2 س زائد الف. طيب دي قاعده الداله، وكانت دال 2 تساوي 1، اقول له بما ان داله 2 تساوي 1، يعني ايه دال 2 اللي احنا اكدنا عليها اكتر من مره؟ يعني اشيل السين وعوض عنها ب 2 واساوي هذه الداله بواحد، يبقى اذا ده معناه 2 في 2 زائد الف يساوي 1، 2 في 2 ب 4 زائد الالف يساوي واحد، ومنها الف تساوي، عاوز اجيب قيمه الالف، اخرج الاربعه بعكس الاشاره يبقى واحد ناقص اربعه، يبقى الالف بكام؟ بسالب ثلاثه. ده كان سؤال سريع على الداله الخطيه. هنا مستر محمد نيجي بقى نتكلم في يعني ايه داله كثيره حدود. انا معايا سؤال على الكلام. اتفضل. يعني ايه داله كثيره حدود؟ داله كثيره الحدود هي كل من المجال والمجال المقابل هو ح، والاس يكون عدد طبيعي. طب هنا اسمح لي بيقول لي ايه؟ سؤال بيقول اذا كانت، يا جماعه عندي، اذا كان د من ح الى ح يعني كثيره حدود، حيث د س تساوي س اس م ناقص 3 زائد س اس 4 ناقص م، دي كثيره حدود حيث م عدد طبيعي ينتمي لط. اوجد اول حاجه عايز داله الواحد، هقول له حاضر. مستر محمد قال من شويه اللي جوه القوس معناه س، يبقى انا هشيل السين واحط مكانها واحد، يبقى داله واحد اقول واحد اس م ناقص 3 زائد واحد اس 4 ناقص م. كلنا عارفين ان واحد اس اي عدد يدينا واحد، يبقى واحد زائد واحد هيساوي 2. ادي المطلوب الاول. المطلوب الثاني بيقول لي ايه؟ اوجد قيم م. عايز قيم م اللي تخلي دي داله كثيره حدود. قال لي لازم تكون هنا الاس بتاعي عدد طبيعي، لازم يكون صفر او واحد او اتنين او تلاتة وهكذا. خلاص هقول له اذا يبقى م ناقص 3 اكبر من او يساوي صفر، ده لازم عدد طبيعي. هودي بإشارة مخالفة أو معكوس جمعي، يبقى الميم أكبر من أو يساوي التلاتة. الناحية التانية هنقول أربعة ناقص ميم برضو أكبر من أو يساوي صفر. إشارة مخالفة يبقى الميم هتبقى طبعا أصغر من، هعكس الإشارة عشان أقسم على سالب. هودي الأربعة هناك يبقى سالب ميم أكبر من أو يساوي سالب أربعة، هنقسم على السالب واحد يبقى الميم أصغر من أو يساوي أربعة. هجيب تقاطعهم مع بعض هيتقاطعوا في التلاتة والاربعة. اذا قيم ميم اللي تحقق ان تكون دي دالة كثيرة حدود ان ميم تساوي يا اما تلاتة
او 4، دي القيم بتاعتي هي 3 و4. مستر محمد حضرتك معاك سؤال على الداله التربيعيه؟ اكيد. الداله التربيعيه اتفضل مستر محمد. احنا طبعا كده اتكلمنا عن الداله الخطيه، تعالوا بقى نتكلم عن الداله التربيعيه وازاي ارسم المنحنى. تمام. طيب انا عشان ارسم بقى منحنى الداله التربيعيه بيقول لي مثل بيانيا منحنى هذه الداله، دال س تساوي 4 ناقص س تربيع، حيث س تنتمي للفتره من سالب 3 الى 3. عشان ارسم هذه الداله احنا كلنا متعودين نستخدم الاله الحاسبه. طبعا انا بضغط على الاله على مفتاح مود تيبل، وبعد كده اكتب الداله اللي امامك دي. بعد ما اكتب مود تيبل اكتب 4 ناقص السين تتكتب الفا قوس يمين، واضغط على اكس تربيع يساوي، واكتب سالب 3 يساوي مره ثانيه، واكتب 3 واضغط على يساوي مرتين. تعالوا نعمل الجدول كده بتاع هذه الداله. ادي عندي هنا سين وهنا داله سين. السين قال لك من سالب 3 إلى 3، يبقى سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3. تعال بقى نعوض بالسالب 3، لما ربع السالب 3 يدينا 9، 4 ناقص 9 الناتج سالب 5. تعال نعوض بالسالب 2، 4 ناقص سالب 2 تربيع هيدينا 0. لما عوض بالسالب 1 يبقى 4 ناقص مربع السالب 1 هيدينا الناتج 3. نعوض عن السين بصفر، 4 ناقص 0 يبقى الناتج بكام؟ ب 4. نعوض عن السين بواحد طبعا هيبقى 4 ناقص 1 3. اعوض ب 2، 4 ناقص 4 يبقى 0. هيتكرر تاني هيدينا الناتج كام؟ سالب 5. حتى انا كده بتاكد ان حلي صح. مظبوط. خد بالك بدايتنا هنا سالب 5 قصادها من الناحيه الثانيه سالب 5، بعدها 0 قصادها 0، 3 3 وفي النص 4. تعالوا بقى نرسم هذا المنحنى. طبعا عندي محور السينات اهو. ممكن نجيب الحاجات دي من غير ما ارسم خالص؟ يعني بقول لك احداثي نقطه راس المنحنى. ممكن اجيبها من النص اللي هي 0 و4 بالظبط كده. فضل. طيب ادي اول نقطه سالب 3 وسالب 5، يبقى سالب 3 اهي وانزل لغايه سالب 5، ادي اول نقطه. النقطه اللي بعدها عباره عن سالب 2 و0، ادي سالب 2 و0 مش هطلع ولا هنزل. النقطه اللي بعدها سالب 1 و3، سالب 1 واطلع لغايه ال3. اللي بعدها 0 و4 اللي هي نقطة رأس المنحنى اهي، اللي بعدها 1 و3 اهي، واللي بعدها 2 و0 ادي 2 و0، واخيرا 3 وسالب 5 3، وانزل كده هيل سالب 5. كده انا عينت هذه النقاط اللي عندي. تعال بقى نوصلهم. ادي اول نقطة اهي، اوصل بالثانية والثالثة والرابعة وهكذا اهو بالترتيب زي ما انتم شايفين. انا نازل اهو كده، انا رسمت هذا المنحنى بتاع منحنى الدالة التربيعية. تعال بقى نرجع نشوف اللي عاوزه ايه. قال لي عاوز نقطة رأس المنحنى، اهي نقطة رأس المنحنى اللي هي كام؟ اللي هي 0 و4. اروح رايح كاتب كده نقطة رأس المنحنى يبقى كام؟ 0 و4. عاوز معادلة محور التماثل، احداث السيني بكام؟ بصفر، يبقى س تساوي 0. يا ترى هنا في قيمة صغرى ولا قيمة عظمى؟ المنحنى مفتوحا لأسفل يبقى عندي قيمة ايه؟ قيمة عظمى. لو مفتوحا لأعلى يبقى في قيمة صغرى، وبالتالي هنا هقول له 3. ادي المطلوب الثالث، القيمة العظمى. خد بالك اللي هو الاحداث الصادي على طول اللي عندك ده اللي هو في نقطة رأس المنحنى 4. شكرا ليك مستر محمد. حبايبي معانا سؤال تاني برضو على الداله التربيعيه. احنا قلنا الداله التربيعيه نوعين، يا اما يقول لك ارسم المنحنى الداله التربيعيه، او يجيب لك الرسمه جاهزه ويقول لك هات من الرسمه كذا وكذا وكذا. تعالوا كده نشوف مع بعض. بيقول لي هنا اذا كان داله س تساوي س اس 2 ناقص 6 س زائد ك، وكان ا ب، المنحنى ده قطع محور السين في النقطه ا وفي النقطه ب، وكان المسافه من ا ل ب ب 4 سم، يبقى هنا الحته دي كده ب 4 سم. اوجد قيمة كاف، عايز قيمة كاف بكام؟ هقوله حاضر. أول حاجة عشان نجيب كاف لازم يكون في نقطة موجودة على المنحنى نعوض بيها. أجيب نقطة إزاي؟ قال لي أول حاجة نبدأ بيها نجيب نقطة رأس المنحنى. طالما عندي معامل السين موجود أجيب نقطة رأس المنحنى، هقول له الإحداث السيني في رأس المنحنى هو سالب ب على 2 ألف. يعني سالب معامل سين أهو يبقى 6. على 2 في 1 يدينا 2، يبقى 6 على 2 فيها 3، حيث ب معامل السين بسالب 6 وهنا في سالب يتحول لموجب 6، على 2 في معامل السين تربيع هنا في 1، يبقى 2 في 1 ب 2 يطلع 3. كده انا عارف ان راس المنحنى هنا السين هنا بكام؟ ب 3. ادي الحته الاولى اول جزئيه. تمام. تاني جزئيه عندي هنا، خلي بالك ادي محور التماثل اهو، عندي مين؟ قال لي عندي ال 3. انت بتقول لي ا ب بكام؟ ب 4. تمام. طب ما هو ده كده خلي بالك دول متماثلين، يبقى نقطة رأس المنحنى في النص،
يبقى في النص بين الالف، كام عندي الف والب باربعه، يبقى هنا 2 وهنا كام؟ 2، يبقى الف د عباره عن 2 سنتي. طب وانت بتقول لي ان واو د طلعت ب3، يبقى اذا واو الف بكام؟ قال لي واو الف بواحد. د منتصف الف ب يعني الف د ب2، الف د ب2، وهنا واو د كله انت قلت لي ب3، ان الد عند ال3، يبقى من هنا لهنا ب3. هقول 3 ناقص 2 يدينا 1، اذا نقطه الف عباره عن 1 و0. كده انا جبت نقطة ألف طلعت بواحد وصفر، أبدأ أعوض بيها السين بواحد والصاد بصفر، في نقطة موجودة على المنحنى أهي هتحققه، يبقى أنا أحط ده السين بصفر وأحط السين بواحد، هيبقى واحد تربيع بواحد، ناقص ستة في واحد بستة، يبقى هنا واحد ناقص ستة زائد كاف بصفر، إشارة مخالفة تطلع الكاف بتساوي 5. ده لما يجيب لي سؤال تقيل على الدالة التربيعية. اتفضل مستر محمد حضرتك معاك سؤالين. هننتقل بقى للنسبة والتناسب. اتفضل مستر محمد. بيقول لي إذا كانت صاد وسطا متناسبا بين سين وعين، اثبت ان سين ناقص صاد على سين ناقص عين تساوي صاد على صاد زائد عين. هو لما يقول لك ان صاد وسط متناسب بين سين وعين معناه ايه؟ برافو عليك، معناه ان انا عندي تناسب متسلسل، ان سين على صاد تساوي صاد على عين. اقول له كده بما ان، ادي الجمله اللي مديها لي، صاد وسطا متناسبا بين سين وعين، اذا ده معناه يا مستر ان سين على صاد تساوي صاد على عين تساوي ميم الثابت بتاعنا، وده معناه اذا في هذه الحاله يبقى صاد تساوي عين ميم. ده خد بالك تناسب متسلسل، وطبعا السين هتساوي صاد ميم، يعني على طول عين ميم تربيع، يبقى عين ميم تربيع، وكلنا شاطرين وعارفين الكلام. بعد ما كده حصلت على الصاد والسين، ابدا بقى اعمل ايه؟ اشوف ايه المطلوب. اما يقول لك اثبت ان، يعني عند الطرفين، عاوز يثبت الطرف الايمن هو س ناقص ص على س ناقص عين، والطرف الايسر كان ص على ص زائد عين، قال لك اثبت ان دول يساووا بعض. طب ما انا كده اقدر اعوض بالسين والصاد اللي عندي. السين عباره عن ايه؟ قال لي دي عين ميم تربيع، يبقى بدل السين هكتب كده عين ميم تربيع. ناقص الصاد عبارة عن ايه؟ عبارة عن عين ميم على سين اللي هي عين ميم تربيع ناقص عين. بعد كده خد بالك بقى، اخد العامل المشترك اللي فوق واللي تحت. طبعا العامل المشترك فوق عبارة عن عين ميم، يتبقى لي ايه؟ انا بقسم عين ميم تربيع على عين ميم هيديني الناتج ميم، ناقص اقسم عين ميم على عين ميم يدينا واحد. طب يا ترى مين العامل المشترك تحت اللي هو عين؟ هيتبقى لي ميم تربيع ناقص واحد. يا ترى كده خلص؟ لا يا مستر، ده لسه الميم تربيع ناقص واحد يتحلل، واحنا بقى شاطرين في التحليل في الصف الثاني الاعدادي. الميم تربيع ناقص واحد يسمى فرق بين مربعين، يبقى عندي هنا عين ميم في ميم ناقص واحد على عين، وافتح قوسين كده عشان ده يسمى فرق بين مربعين. الميم تربيع ناقص واحد يبقى ميم ناقص واحد في ميم زائد واحد. تعال بقى نختصر، انا عندي عين اهو تختصر مع العين، والقوس اللي هو ميم ناقص واحد مع الميم ناقص واحد، مين اللي باقي لي هنا؟ باقي لي في المقدم فوق عشان دي نسبة ميم، وتحت ميم زائد واحد. ده كده بالنسبة للطرف الأيمن. سؤال جميل. تعال بقى نشوف الطرف الأيسر، كان صاد على صاد زائد عين، الصاد يا مستر بعين ميم يا مستر أشر، وتحت عندي صاد يبقى عين ميم تاني زائد عين. طيب بعد كده بقى تعال نشوف اللي فوق، أنا في عامل مشترك ولا حاجة؟ لا ما عنديش، يبقى عين ميم، وتحت عندي إيه؟ أخد عين مشترك، هيتبقى ميم زائد كام؟ واحد. تعال بقى نختصر، هختصر العين مع العين، يا ترى مين اللي باقي؟ ادي اللي باقي اهو، اللي عندي فوق متبقي ميم، واللي متبقي من تحت ميم زائد واحد. خد بالك كده، بس انا عايز توضح بس الفرد تاني في الورقه الثانيه، خلي الورقه الثانيه موجوده قصادها عشان تبقى بس الفرد. تمام. الفرد بتاعنا بس نوضحه. الايه؟ الفرد اهو مره ثانيه. شوفوا بس، ايوه نشوف اهو. الصاد بتساوي عين ميم، احنا الصاد بتساوي عين ميم، والسين بتساوي عين ميم تربيع، ده عوضت بيه واشتغلت بيه. تمام كده؟ وبالتالي انا عندي حصلت، خد بالك الطرف الايمن اهو ميم على ميم زائد واحد، والايسر ميم على ميم زائد واحد، اذا الطرفان وصلت لهذه الإجابة متساويين، وكده أنا أثبتت المطلوب في هذا السؤال. تمام مستر محمد. حبايبي معايا برضو سؤال تاني على الدالة الخطية بقى، لما يجيب لي دالة خطية مرسومة والدالة الثابتة، بص كده معايا على الرسمة الموجودة، بيقول لي هنا إيه؟ في الشكل المقابل إذا كان مساحة المثلث أ ب واو، المثلث ده
مساحته بأربع وحدات مربع. وكان ره س اللي هي دي ره س عبارة عن نون س زائد كاف. اوجد قاعدة الدالة الثابتة د، عايز قاعدة الدالة دي ثابتة. طبعا أي مستقيم يوازي محور السينات ده يمثل بدالة ثابتة، دي دالة ثابتة. واوجد نون وكاف. هقوله أولا، أنت بتقول لي المسافة من أول ب لواو دي أربع وحدات، كده أنا عندي إحداثي نقطة ب هتبقى عبارة عن صفر وأربعة، أي نقطة على محور الصاد بتبقى السين بصفر. يبقى كده أنا عندي ال ب بصفر وأربعة، يبقى إذا هنا قاعدة الدالة الثابتة إن د س تساوي الأربعة عشان جت عند الأربعة، أدي أول حاجة د س بأربعة. بعد كده عشان نجيب قاعدة الدالة الخطية ر س لازم يكون في نقطة موجودة، لازم أجيب ألف. فأقول له أولا أنت عندك مساحة المثلث بتساوي نص القاعدة نص أ ب في الارتفاع اللي هو واو ب، يبقى نص أ ب في 4 بتساوي 4، يبقى 2 أ ب بكام؟ ب4، هنقسم على الاثنين يطلع أ ب ب2. لما يكون هنا ده 2 وحدة وده 4 وحدة، يبقى إذا إحداثي نقطة أ عبارة عن السين ب2 وحدة، أهي ده 2 وحدة، والصاد ب4 وحدة، يبقى أ بيساوي 2 و4، ده يحقق هذه الدالة. قال لي خلي بالك بقى إن الدالة دي تمر بنقطة الإيه؟ الأصل. معنى كده إن الجزء المقطوع بصفر، يبقى الكاف بصفر. يبقى ر س عبارة عن نون س بس والكاف بصفر. طب ر س عبارة عن نون س، عشان نجيب النون محتاج نقطة، قال لي نقطة هي ألف، المستقيم بتاعك بيمر بالنقطة ألف، يبقى إذا 2 و4 تحقق، هنحط مكان ر س الأربعة ومكان السين 2، يبقى هنا 4 بتساوي 2 نون، هنقسم على الاثنين تطلع النون ب2، إذا يبقى العلاقة بتاعتي إن ر س بتساوي نون س، يبقى 2 س وهو المطلوب. مستر محمد اتفضل. سؤال معايا تاني برضو على التناسب وخواص التناسب. تمام. بيقول لي اذا كانت 3 س تساوي 2 ص، اوجد قيمه المقدار ده 3 س زائد 2 ص على 6 ص ناقص س. خد بالك اهو، بما ان يا ترى ايه المعطى اللي عندي؟ قال لي ان 3 س تساوي 2 ص. طب ما تيجي نجيب س على ص، مين شاطر هيقول لي؟ برافو عليك، واحد قال لي يا مستر س على ص اهو ماشي كده، يبقى التاني هيمشي العكس كده، يبقى س على ص عبارة عن كام؟ 2 على 3. إذا كده أقدر أحصل على السين تساوي إيه؟ 2 في ثابت يعني 2 ميم، وأيضا ده من خواص التناسب، والصاد هتساوي إيه؟ هتساوي 3 ثابت اللي هو 3 ميم. كده أنا جبت السين وجبت الصاد، عاوز قيمة المقدار ده، تعالوا نكتب المقدار ونعوض عشان أشوف قيمته بتساوي كام. المقدار كان 3 س زائد 2 ص على 6 ص ناقص س يساوي، تعالى بقى نعوض بالسين والصاد اللي قلنا عليها. حد فاكر السين كانت بتساوي ايه؟ ارجعها لكم تاني اهي، السين يا مستر اهي ب 2 م والصاد ب 3 م. اذا المقدار ده لما يقول لي 3 س يعني 3 في 2 م زائد 2 ص يبقى 2 في 3 م على 6 ص، 6 في الصاد اللي هي 3 م ناقص السين اللي هي 2 م يساوي. بعد كده بقى ابدا ابسط هذا المقدار. انا عندي فوق ضرب وجمع، طبعا الاول اضرب 3 في 2 م ب 6 م زائد 2 في 3 م ب 6 م. في المقام عندي او التالي 6 في 3 م ب 18 م ناقص 2 م. يا ترى الكلام ده بيساوي ايه؟ 6 زائد 6 يبقى 12 م، و18 ناقص 2 يبقى 16 ميم. ممكن اختصر هنا طبعا ميم مع ميم، يبقى الناتج 12 على 16 على 4 3 وعلى 4 4، يبقى الناتج يساوي كام؟ قيمة هذا المقدار 3 على 4. تمام مستر محمد. برضو عندي سؤال كده على النسبة، بيقول لي ايه؟ مسألة كلامية، بيقول لي عددان صحيحيان النسبة بينهما 3 إلى 7. عددان صحيحيان النسبة بينهما 3 إلى 7. خلي بالك أول ما اسمع كلمة النسبة هقوله نفرض إن الأول 3 س والتاني 7 س، اوعى تنساها. وإذا طرح من كل منهما 5 أصبحت النسبة بينهما 1 إلى 3، فما هما العددان؟ هقوله أول خطوة نفرض العدد الأول 3 س والتاني 7 س، بيقول لي إذا طرح من كل منهما. ممكن يقول لي إذا طرح من مقدم الأولى وتالي التانية، يعني بسط المقام حسب ما يقول. هو هنا قال لي اذا طرح من ايه؟ من المقدم والتالي. خلاص هقول لي يبقى 3 س ناقص 5 على 7 س ناقص 5، هطرح من فوق ومن تحت، فانها تصبح 1 على 3، هقول بتساوي 1 على 3. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى 3 في 3 س ناقص 5، هضرب مره هنا ومره هنا، يبقى 9 س ناقص 15 تساوي 7، طبعا 1 في 7 س ب 7 س ناقص 5.
هنجيب س مع س بإشارة مخالفة، يبقى 9 س هجيب لها ناقص 7 س هتساوي سالب 5، هجيب لها موجب 15. أصبح 2 س بتساوي 10، هنقسم على الاثنين تطلع الس بخمسة. هقول يبقى العدد الأول، خلي بالك الس ده الخمسة بس، لسه العددين أنا فارض. يبقى الأول عبارة عن 3 في س، يبقى 3 في 5 ب 15، والتاني 7 في 5 ب 35. أوعى تنسى تكمل المسألة. هقول يبقى العددين 15 و35. مستر محمد فضحيتك، معاك سؤال على التغير ننتقل بقى للتغير الطردي والتغير العكسي. مفيش امتحان يخلو من تغير طردي وتغير عكسي. بيقول لي إذا كانت صاد تتغير عكسيا مع س تربيع، وكانت صاد تساوي 2 عندما س تساوي 4، اوجد العلاقة بين صاد وسين، ثم اوجد قيمة صاد عندما سين تساوي 16. طب المعطى اللي عندي ايه؟ ان صاد تتغير عكسيا مع سين تربيع. تعالوا نكتب الكلام ده، اقول له بما ان، بيقول لي كده ان صاد تتغير عكسيا، يعني واحد على سين تربيع. لو قال لي طرديا يبقى صاد تتغير مع سين تربيع على طول. طيب عاوز انا اشيل هذه العلامة بتاعت التغير، بضع بدلها يساوي ميم على سين تربيع، حيث ميم ده ثابت لا يساوي الصفر. تعال بقى بيقول لك عند الصاد باتنين السين باربعة، يبقى اقول له عند صاد تساوي 2 وسين تساوي 4، مديني كده ليه؟ عشان اجيب قيمة الثابت اللي هو ميم. يبقى اذا في هذه الحالة 2 تساوي ميم على 4 تربيع، يعني اذا الميم عبارة عن 2 في 4 تربيع، يعني 2 في 16 ب 32، كده انا حصلت على قيمة الميم. بعد ما حصلت على ميم اعوض بيها هنا في اللي انا كاتبه في تاني سطر اهو، ص تساوي هذا الشكل الميم ب 32 على س تربيع. الشكل ده كده يسمى العلاقة بين ص وس. ده المطلوب الاول. بعد كده قال لك جيب لي قيمة ص عندما س تساوي كام؟ تساوي 16. بسيطة، اقول له اذا عند س تساوي 16، عند س تساوي 16، اعوض بقى عن السين ب 16، كانت العلاقه ص بتساوي 32 على س تربيع، يعني 16 تربيع. طب يبقى الص بتساوي 32 على 16 في 16، طبعا دي مع دي يبقى فيها كام كده؟ فيها 2، يبقى الص عباره عن 2 على 16، يعني 1 على كام؟ على 8. كده انا حصلت على المطلوب التاني. تمام حبايبي، برضو معايا سؤال كده سريعا على التغير الطردي والتغير العكسي عشان وقتنا بيجري بسرعة. بص السؤال بيقول لي ايه؟ بيقول لي بين نوع التغير بين سين وصاد واوجد ثابت التناسب. جايب لي جدول، جايب لي سين وصاد 2 و6 3 و4 6 و2. هنا هقول له اولا عشان نعرف نوع التغير، يا اما هجيب حاصل ضرب سين في صاد، لو لقيتهم كلهم بيساوي بعض يبقى التغير عكسي. ما طلعش هجيب قسمة صاد على سين، لو صاد على سين بتساوي نفس الناتج كلهم يبقى التغير طردي. انا هنا شايف ان الضرب ثابت، هقول له كده هجيب سين في صاد. اول حاجة سين في صاد هيطلع 2 في 6 ب 12، 3 في 4 برضو ب 12، 6 في 2 برضو ب 12. هقول بما ان سين في صاد طلع نفس العدد يعني ثابت، بما ان سين في صاد بتساوي ثابت اذا التغير عكسي، ويكون ثابت التناسب هيطلع بكام؟ ب 12. لو قال لي في الامتحان اوجد ثابت التناسب. استاذ محمد بقى عايزين الاحصاء كده سريعا. انا بسرعه كده اهو معايا سؤال بس ثواني. قلنا يا جماعه في الاحصاء اولا خلي بالك عفوا، المدى هو الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه. المدى هو الفرق بين اكبر قيمه واصغر قيمه. قلنا الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددهم، ولو كان توزيع تكراري بيساوي مجموع س في كاف على مجموع الكاف. وهنا الانحراف المعياري كان بيساوي لما يكون قيم هيبقى جذر مجموع س ناقص س بار لكل تربيع على نون، لما يكون توزيع تكراري يبقى سيجما بتساوي جذر مجموع س ناقص س بار لكل تربيع في كاف على مجموع كاف. مستر محمد عايزين كده سريع على الانحراف المعياري. بيقول لي اوجد الوسط الحسابي والانحراف المعياري لهذه القيم 8 و9 و7 و6 و5. اجيب الاول الوسط الحسابي، وزي ما مستر اشرف لسه قايل لكم دلوقتي ان الوسط الحسابي اللي هو س بار يساوي مجموع هذه القيم على عددهم. ادي القيم اهي 8 زائد 9 زائد 7 زائد 6 زائد 5، عددهم امامك هم 5، دول الناتج يساوي كام؟ هيساوي 7. كده انا جبت س بار او س شرطه اللي امامك اللي هي الوسط الايه؟ الحسابي. بعد كده عشان اجيب الانحراف المعياري اكتب هنا س وهنا س ناقص س بار وهنا س ناقص س بار لكل تربيع.
السين اللي هي القيم 8 و9 و7 و6 و5 واخيرا هنا انا بجيب المجموع. س ناقص س بار يبقى 8 ناقص 7 1 9 ناقص 7 2 7 ناقص 7 0 6 ناقص 7 سالب 1 5 ناقص 7 سالب 2 هربع هذه القيم اللي حصلت عليها يبقى 1 4 وادي 0 وهنا 1 وهنا 4 مجموع دول بكام؟ دول ب 10. بعد كده اقدر اجيب الانحراف المعياري على طول يبقى سيجما بتساوي كلكم شاطرين الجذر التربيعي للمجموع اللي حصلت عليه على عدد القيم اللي هي 5 يعني الجذر التربيعي لاتنين تقريبا 1 و4 طبعا لازم احط برضو المجموع القانون بتاعي القانون بالظبط جذر وهكذا اخر بالزبط. حاجه نختم بيها معلش مخرجنا كده بس دقيقه واحده بيقول لي هنا الى ما يكون توزيع تكراري اخر سؤال احسب الانحراف المعياري للتوزيع التكراري الاتي مديني هنا عدد الاطفال وهنا عدد الاسر بيقول لي 0 هنا عدد 8 1 16 2 50 3 20 4 6 والمجموع ب 100 عايز الانحراف المعياري هقول له اول حاجه نعمل الجدول بتاعنا هكتب السين 0 1 2 3 4 هو مدهاني تحتيها كان التكرار كاف عباره عن 8 16 50 20 6 هجيب مجموع الكاف ب 100 هنضرب السين في كاف عشان نجيب سين بار هضرب 0 في 8 ب 0 1 في 16 ب 16 2 في 50 ب 100 3 في 20 ب 60 4 في 6 ب 24 مجموعهم 200 هقول له يبقى س بار عباره عن الوصف الحسابي بيساوي مجموع س في ك على مجموع الكاف يبقى 200 على 100 هيساوي 2 ابدا اكمل جدولي س ناقص س بار هقول 0 ناقص 2 يدينا سالب 2 هقول 1 ناقص 2 يساوي سالب 1 هقول 2 ناقص 2 بصفر وهكذا ثم هنربع طبعا التربيع ده سالب 2 مربعها 4 سالب 1 مربعها 1 0 مربعه 0 الواحد مربعه 1 والاثنين مربعها 4 هضرب كل ده في الكاف هضرب دول في بعض يا ريت تحط هنا كاف موجوده تاني هنا اهو واضرب هقول 4 في 8 ب 32 1 في 16 ب 16 0 في 50 ب 0 1 في 20 ب 20 4 في 6 ب 24 هجيب مجموعهم يطلعوا 92 لازم احط القانون هقول يبقى س بار بتساوي جذر مجموع س ناقص س بار الكل تربيع في كاف على مجموع الكاف يعني بيساوي جذر 92 على مجموع الكاف بكام؟ ب 100 يبقى هيساوي طبعا لما اجيبها يطلع علامه 959 يعني 959 من 1000 انا بتكلم في عدد اطفال هقوله تقريبا طفل واحد. مستر محمد احنا كده يعتبر راجعنا كل كلمه في المنهج تقول كده سريعا ايه لحبايب الطلاب يا رب يكونوا ان شاء الله كده استوعبوا معانا المنهج بسرعه احنا لميناه على قد ما ربنا طبعا قدرنا الحمد لله وهم شاطرين وكويسين اللي احنا قلناه نركز فيه طبعا دي شكل مواصفات الورقه زي ما اتفقنا عباره عن سؤال اختيار متعدد وبعد كده اربع اسئله مقاليه انا بس عايز انوه تاني ان شاء الله بالنسبه لاعزائنا طلبه الصف الثاني الثانوي عندهم مراجعه الكيمياء من 9 ل 10 النهارده باذن الله شكرا ليك مستر محمد حبايبي اوعى تنسوا كتاب مدرسه كتاب مدرسه كتاب مدرسه امسك المسائل الموجوده كلها اللي هي الامثله المحلوله والتمارين حلها تاني هتلاقي الامتحان بكره ان شاء الله منها كان معكم اشرف طلعت والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.